يسأل عن معنى التنطع الأخوة سموها التنوع هي التنطع التنطع الت... أتضمن معنى التشدد والوقوف عندما لا يجب الوقوف عندما لا يستحب الوقوف عنده يعني الناس مثلا واحد في صلاته يأتي الله أكبر الله أكبر في التشهد الأخير وهو جالس يقول الله أكبر يطيلها شيئا ما للإشعار بأن هذا الأخير فلا يقول هذا جائز أو ليس بجائز وسيدخل في قول بدعة أو ليست بدعة ودخلنا في متاهة نحن في غنى عنها التكلف الزائد